لو الحكاية فيها إن فيتو مساء ممكن تقول لنا بقى أسعار الفاكهة عاملة إيه النهاردة؟ الأسعار حلوة النهاردة، ده عندي ده بسبعة ونص سكري، وفي ده هو بأربعة جنيه، وفي ستة ونص، وفي عندي المشمش بعشرة، المشمش لسه بشاية، ومعاه التفاح لسه ده بشاية ده شغال بثمانية جنيه، وفي اللي هو التفاح اللي هو مستورد بس على قديه يعني ده شغال عشرة، وفي ده هو شغال بثمانية. الأسعار حلوة يعني الحمد لله. والعنب بكام؟ العنب بالنسبة لسه نازل بشاير، العنب شغالين فيه ب 17 جنيه و 18 جنيه. والبطيخ؟ البطيخ فيه معايا من 10 جنيه لحد 15 جنيه شغال كده. والكنتالوب؟ الكنتالوب ب 5 جنيه. والموز؟ الموز ب 7 ونص. انت بقى رايك ايه في الاسعار دي، كويسه ولا هي غاليه بالنسبه للعقد الاول؟ الاسعار دلوقتي حاليا مش كويسه. طيب الاول عندك كان الفوق كان ب 15، التفاح كان ب 25، البطيخه كانت حاليا كده باعنا ب 10 جنيه كانت ب 20 جنيه. طيب وانت شايف الفترة الجاية بقى هتبقى عاملة ازاي بقى، توقعاتك الاسعار الفترة الجاية؟ هي بالنسبة ان هي فاصل موسم يعني فاصل موسم وعشان دخول رمضان وكده يعني. لا هو لحد دلوقتي الاسعار ما اتحركتش زي ما هي ماشية. طب انت توقعاتك هتبقى عاملة ازاي الفترة الجاية، هتقل ولا هتزيد ولا تفضل زي ما هي؟ والله هي الجو مش مظبوط يعني بالنسبة للجو، الاسعار مش مظبوط يعني احتمال يعني اسعارنا شغالين بيوم بالنسبه ان احنا بنقول ممكن النهارده نكون اسعار يعني حنين، ممكن تاني يوم ممكن تلاقي اسعار زادت يعني. ما يصدقوا.